زيارة من ضمن الزيارات اللي نقوم دائما بها بشكل دوري في كل محافظات العراق. هذه اليوم لها خصوصية بافتتاح مشروعين مهمين. المشروع الأول تم افتتاحه، هو مشروع استصلاح أراضي الحسينية بمساحة تصل إلى 10,000 دونم المرحلة الأولى، والميزة في هذا المشروع أنه يعمل بطريقة الري المغلق، نقل المياه بالأنابيب، وهذه هي الآلية التي تعتمدها الوزارة حاليا وفي المستقبل لمواجهة كل تحديات الشحة والتغيرات المناخية وأيضا العدالة في التوزيع ومنع الهدر وزيادة كفاءة الأرواء. نقل المياه بالأنابيب يزيد كفاءة الأرواء إلى أكثر من 80%، وهذا ما نعمل عليه حاليا. المشاريع هذه بدأت في كربلاء، سوف تعمم إن شاء الله في كل العراق. وجهنا في المباشرة في المرحلة الثانية لهذا المشروع اللي هو 12,000 دونم، ولدينا مشروع ثاني إن شاء الله سيتم افتتاح هذا اليوم اللي هو مشروع مهرب الرزازة، هذا اللي هو إن شاء الله ينهي كل حالات تغدق الأراضي ومشكلة المياه المالحة ومياه البزل التي كانت تضر كثيرا بأراضي محافظة كربلاء المقدسة. ومن باب هذا من باب ومن باب ثاني هذه المياه ستحول لتغذية بحيرة الرزازة، بحيرة الرزازة اللي حقيقة انتهت التغذية بها نتيجة لظروف الشحة وعدم توفر مياه. 20 متر مكعب سيتم بها تغذية بحيرة الرزازة إن شاء الله اليوم اللي راح نفتتحها، وبالتأكيد الوزارة حريصة على إتمام كافة مشاريعها في كربلاء وفي كل المحافظات.